يبقى إذا عيادة علاج الألم بنقدر نعالج فيها إيه؟ تمام؟ في المفاصل والفقرات. لو جينا مسكنا جسم الإنسان من أسفل إلى أعلى، يبقى إحنا عندنا في الساق إيه اللي ممكن يحصل في الأطراف؟ ممكن إن يبقى فيه شوكة في كعب القدم. نمسك القدم الأول، اللي ممكن يحصل في القدم إن يكون فيه شوكة عظمية أو التهاب في اللفافة الأخمصية، بنعالجها بدون جراحة. إن يكون فيه التهاب أعصاب طرفية في القدم لمرضى السكر، نعالجها بدون جراحة. إن يكون فيه تآكل ودرجة رابعة وتآكل وخشونة في مفاصل الركبة، نعالجها بدون جراحة بالتردد الحراري. التهاب الأعصاب بنعالجها بالتردد الحراري. الشوكة العظمية بنعالجها بالتردد الحراري والتجميد. نطلع لفوق شوية، مفصل الفخذ بنعالجه بالتردد الحراري والحقن، والركبة برضو بالحقن. يعني أنا مش عايز أطول المحاضرة بتاعتنا، لكن بنعالجه بدون جراحة بالتردد الحراري. طيب التردد الحراري وأخواته، خلينا نسميها كده. هنطلع على أسفل الظهر، هنطلع الأول على عظمة العصعص، بنعالجها بالتردد الحراري وأخواته بدون جراحة. على مفاصل الحوض الخلفية بنعالجها بالتردد الحراري وأخواته. على ألم في أسفل الظهر من مفاصل الفقرات والانزلاق الغضروفي وتزحزح الفقرات، بنعالجها بالتردد الحراري وتسليك القناة العصبية بالقسطرة، ودي هنجيلها بعد قليل في هذه المحاضرة، هنشرح الآليات اللي احنا بنشتغل بيها. طيب هنيجي بعد كده، احنا عندنا نطلع لفوق شوية، الفقرات الصدرية والأبهر والألم اللي موجود في عظمة في اللوح، تمام، بنعالجها بالتردد الحراري وأخواتها. التهاب الأعصاب في منطقة الصدر، تمام، واللي بيجي نتيجة مرض جلدي اللي هو الهربس اللي بيسموه الحزام الناري، بنعالجها بالتردد الحراري. بعد جراحات القلب، كتير قوي من المرضى بيشعروا بآلام شديدة بعد جراحات القلب والرئة، بنعالجها بالتردد الحراري. في كمان آلام بتيجي بعد استئصال الثدي، بنعالجها بالتردد الحراري. لو طلعنا لفوق شوية هيبقى عندنا مفصل الكتف، بنعالجه بالتردد الحراري وأخواته. الرقبة، العنق، بنعالجه بالتردد الحراري وأخواته، تمام. الفقرات العنقية، تزحزح أو ضيق في القناة العصبية أو غيره. التهاب الأعصاب اللي منتشرة في الرأس واللي قد تعمل بعض آلام الرأس أو الصداع، بنعالجها بالتردد الحراري وأخواته، تمام. فإحنا كده أصبح إن إحنا مغطيين كل الجزء. طب